شهر عم بيتم تنفيذ بروجي شباب اكت من خلال لوس بالمشاركة مع البريتش كونسل لدعم الشباب والحد من الف تطابق تعزيز المشاركة والتعاون. نحن 13 شاب وصبية عم بنساعد المزارعين بمنطقة دير الاحمر لنخفف التكاليف واعباء عنهم. بشتغل مزارع وزرعت هذه الشقفة وكان فيها صخور كتير وبهمة الشباب الطيبة ساعدوني عزلناها وصارت أحسن وبنشكر هذا المشروع والقايمين عليها كلياتهم لأنه بيشجع العالم يقعدوا بأرضهم ويخلوها نظيفة.